محمد منير هو اللي بينافس محمد منير. ما عنديش مسميات، هقوله انا بطريقتي، انا بتنفس الحب. بس هتجوز ثاني ما تفهمنيش حاجه، ما انا قلت لك اهو. لما اللقب مش انت اللي بتصنعه بيبقى اجمل واقعيه واثره بيبقى جميل. كل قرن من الزمان بتبدا نهضه جديده في الغنى في مصر. يعني انا تعرضت للمحنه الصحيه طبعا، وده متاح ويجوز لكل واحد في الدنيا، بس الحمد لله بدعواتكم و دعوات الجماهير الكبيره اللي بتحبك وتعشقك. اولا واخيرا يعني انا في صحه زي البومب دلوقتي، وهتجوز قريب منك طبعا. احب لقب لقلب الفنان محمد منير ايه هو؟ هو محمد منير بس اللي بسمعها من كل الملايين اللي بيحبوني. لا طبعا نتكلم عن النجاحات والاغاني الجميله اللي انت عملتها الفتره اللي فاتت. كل قرن من الزمان بتبدا نهضه جديده في الغنى في مصر، والغنى بالتحديد والفن بشكل عام. عشان كده انا بقول لك انا اكثر المتفائلين، لان نجاح الاغنيه هو نجاح لكل الشعب المصري. تسمح لي اسال حضرتك عن اول قصه حب في حياه الكينج محمد منير؟ ما انا ما بعرفش اعيش غير حب، انا كل يوم مش حبيتك النهارده؟ طبعا. طيب كل يوم بعيش حب. هل الكينج محمد منير محظوظ عاطفيا ام مش محظوظ عاطفيا؟ لا محظوظ قوي 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 قوي. اسالهم بقى هم بقى مش محظوظين ليه معايا بقى، ده موضوع ثاني ما تسنيش. حضرتك قبل الحوار قلت لي انا بنسى المراه في وجود الموسيقى. صح، انا اسير للمزيكا، مجرد ما اسمع مزيكا عايز تكسبيني اديني مزيكا. انا شايف شكل جديد خالص بعيد عن محمد منير. محمد منير رايح في حته جديده زي ما هو معودنا. انا ما اعرفش مين بيوجهني يعني. بس زي ما بقول لك الناس محتاجه تسمع مزيكا جديده، غنوه جديده، لان الاغنيه بالنسبه لي هي الاغنيه الحلوه بس. يعني انت حلوه في كلامها في لحنها، ده موضوع تاني. لكن انا يعني انا متجه للاتجاه الجديد ده، لان انا دايما بحب اغير في شخصيتي وفي عطائي الفني. يعني ما اقدرش ابقى اسير مدرسه واحده. سمعنا ان حضرتك عندك اتجاه ان انت تعمل ميدلي لاغاني ام كلثوم، الكلام ده حقيقي ولا صدي الاغاني ام كلثوم؟ ده مشكله كبيره يعني، مش ده اسم كبير وكلنا بنفخر ان احنا من بلدنا ام كلثوم. فتصدي لاغانيها دي مشكله تقرق اي مغني في العالم مهما كان حجمه او سنه او مكانته. فربنا وفقني، ده كل اللي بحلم بيه، ان انا ربنا وفقني ان انا اقدر اجمع تكوينه كده حلوه ترضي كل الاذواق، وكلام هيبقى جميل ومتاح، وممكن كلام احنا سمعناه كتير من ام كلثوم، بس هقوله انا بطريقتي. في قانون في الغناء يعني، في 2 زائد 2 يساوي ايه؟ 4. انا ممكن اقول لك 7 ناقص 3 يساوي ايه؟ 4، نفس النتيجه. ده محمد منير. حضرتك أنا. المطرب الوحيد في مصر والوطن العربي اللي ليه التراس مونيريان. يعني كتير عددهم دول، ملايين. اعداد بالملايين. 11 مليون. حضرتك احساسك ايه وانت الوحيد والمتوحد في مصر في هذه الحته؟ يعني مفيش مطرب نسمع عنه انه ليه التراس، نسمع عن معجبين وهكذا، لكن حضرتك الوحيد اللي ليك مونيريان، تقول لهم ايه؟ ربنا يهديهم بس وجمالهم، هم شيء مهم في حياتي وفي عطائي. انا بعمل حساب، بعد ما اعمل اي عمل في الدنيا لازم اعمل حساب هيرضيهم ولا مش هيرضيهم، ده همي الوحيد. ايش رايك بقى في الساحه الان بعد ظهور اغاني المهرجانات، ورايك في اغاني المهرجانات والموسيقى اللي هي شوف شوف يعني. شوف الفن عمر ما فيه حاجه وحشه، لكن في فن اسمه فن ضعيف، وفي فن اسمه فن قوي. وده اللي يهمني. انا اتمنى ان كل زمايلي يقدموا اغنيه قوية في مضمونها، قوية في كلماتها، في ألحانها، هو ده اللي يعنيني. لكن حكاية المسميات دي، مهرجانات مش عارف، أنا ما يهمنيش حاجة. أنا اللي يهمني إن الأغنية أحبها وأقدر أسمعها، هو ده الحكم عندي دلوقتي. دايما بيقولوا إن عدوك ابنكارك، لكن أنت كسرت القاعدة برضو في الحتة دي، وكل النجوم ونجوم العالم كلها ونجوم مصر بيحبوك جدا. ما فيش، أنا بتعامل بروح طيبة مع الناس وما عنديش سوء نية، فلازم اقابل الاقي المقابل ده. اخر عمل شفناه لحضرتك في التمثيل كان في انا المغني من 2016، وقبلها تعاونت مع يعني عظماء من النجوم وعملت مجموعه مختلفه من الافلام. هل ممكن نلاقي الكينج محمد منير في عمل فني درامي او فيلم او كده مره ثانيه؟ لا انا لو لقيت يعني الظروف دي اللي بتخليني اصنع كل الحاجات دي، بس النهارده ما فيش يوسف شاهين ثاني، مش هلاقي، مش لاقي خيري وبشاره مع يعني كل العظماء اللي انا اتعاملت معاهم مش متواجدين ومش متوفرين النهارده. على قد الحب بيبقى اللوم. مين اللي يعني منير حابب يوجه للوم او زعلان منه الفتره دي؟
على كل فنان اقدر اقوله بناء اغنيه سطحيه المعنى، ضعيفه في لحنها في كلامها، ضعيف في شكلا وموضوعا في مظهره، ده اللي بيألمني جدا ويألمني كلامي جدا. بس وبتمنى لهم كلهم التوفيق يا رب. انتوا غمرتوني بكرمكم جميل، وانا طبعا معتز بالشيء الجميل ده اللي جالي النهارده. انا ما اقدرش اخفي علاقتي وخالد صراحه من احد اهم اصدقائي المقربين ليا، بحبه جدا وبحب كل اسره تحرير الفن بالذات يعني في اليوم السابع.